مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي ومتابعينا ومشاهدينا عبر وكالة وطن للأنباء في آخر المستجدات داخل الساحة الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى ليومها 71 على التوالي في برنامج مساء الخير يا وطن، معكم في الإعداد والتقديم محمد شوكت، وفي الإخراج الإذاعي محمود معطان، وفي الإخراج التلفزيوني محمد الزاغة، وإليكم أبرز العناوين. طوفان الأقصى في يومها 71، حرب الإبادة تتواصل على غزة وصحفيو غزة في دائرة النار. 14 دولة غربية تطالب دول الاحتلال أو دولة الاحتلال بردع المستوطنين. مركز شمس، استمرار استهداف الصحفيين والصحفيات من قبل قوات الاحتلال لن يطمس الحقيقة. حزب الله، أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي لتفاصيل هذه الجولة والتغطية الإخبارية عبر شبكة وطن الإعلامية، حيث دخلت عمليات طوفان الأقصى يومها 71 ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى. ومع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة يطول ويكبر سجل قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات ممنهجة على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة، حيث استشهد يوم أمس الصحفي والإعلامي العامل في قناة الجزيرة سامر أبو دقة، وأصيب المراسل والإعلامي الصحفي وائل الدحدوحة في قصف طائرات الاحتلال المسيرة لمدرسة تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما واستشهد 3 من طواقم الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي الشهيد أبو دقة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين والطواقم الطبية. إذن هذه مشاهد لجنازة أبو دقة في قطاع غزة إثر استهداف قوات الاحتلال الممنهج للصحافة وأيضا لطواقم الدفاع المدني وكل من يساعد في إنقاذ ونقل الحقيقة وإنقاذ الناس في قطاع غزة مستهدف أمام هذه
آلة الحرب الصهيونية وآلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة باتجاه أهلنا في قطاع غزة. إذن أيضا في ظل هذه التطورات أيضا فارس الصورة سامر أبو دقة يدفع بارتقائه ثمن الحقيقة التي يحجبها الاحتلال عن العالم. هذا التقرير للزميلة حنين قواريق فلنتابعه. يا مش قد مشتاق عذبني الفراق قلبي بعدك ضاق والمر يا بعدك يا مش. أنشودة أصدرها زين ابن الصحفي الشهيد سامر أبو دقة يعبر فيها عن مدى اشتياقه لوالده بسبب بعد المسافات. الآن عقب ارتقاء والده من يضمد جراح الويل التي فتحت في قلبه بعد الحنين. يا ريت ما شفت بقى عشان بجد اجي انام احس حطم معنى. شهيد الحق والحقيقة سامر ليالي التغطية، مسيرته الصحفية التي استمرت 20 عاما ختمت بذات المعاناة والأوجاع التي غطاها وعايشها وتجرع حسراتها. أصيب سامر مباشرة مع زميله وائل الدحدوح الذي تمكن من النجاة لاحقا. دم سامر بقي نازفا بعد محاصرته لمدة 5 ساعات ليرتقي بعدها فيكون بموته قد نجا تاركا خلفه موتى من النجاة. وائل الذي ودع عددا من أفراد عائلته قبل حوالي شهر يقف اليوم بوجع إصابته ومصابه ليودع زميلا رافقه لسنوات لا سيما في آخر 70 يوما بأيام الحرب. منذ 7 أكتوبر والأسرة الصحفية تفتقد مخضرمي الصحافة وفرسان الحقيقة واحداً تلو الآخر، إذا ارتقى 92 صحفياً من قطاع غزة ليرتفعوا هم وتسقط الأعراف والمواثيق الدولية الكاذبة التي لم تتمكن من حماية المدنيين من الإبادة، فاستشهد أكثر من 18,000 مواطن وجرح أكثر من 51,000. يعني هذه مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وأيضا يرتكبها بحق الصحافة الفلسطينية والدولية في قطاع غزة التي تعمل على بث الحقيقة فقط لا غير. يعني أمثال الشهيد وغيرهم من الزملاء الذين ارتقوا خلال هذا العدوان وأيضا في السنوات السابقة وكل هذه الحروب السابقة التي يتم تغطيتها من قبل الصحافة الفلسطينية وأيضا من قبل الصحافة الدولية يتم استهدافهم من قبل هذا الاحتلال الذي ما زال يريد فرض قيود على الصورة التي يتم نشرها أو على المستوى الرسمي الإسرائيلي وأيضا على المستوى باقي المنطقة وباقي البلدات وأيضا في قطاع غزة، يحاول بقدر الإمكان أن يمنع تسليط الصورة وتسليط الضوء على ما يجري من ارتكاب لمجازر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. والدليل ما نشاهده، يعني الدليل هو يعني الإثباتات موثقة بالصوت وبالصورة وبشهادة من مواطنين وعاملين ومقيمين في قطاع غزة من الصحافة الأجنبية والصحافة الغربية والمحلية، يعني كل شيء موثق لهذه الجرائم، لا سيما يعني ما يشار له حديثا عن تقديم دعاوى في الجنائية الدولية بحق الاحتلال وجنوده الذين يتعمدون قتل المنبر أو منبر الصحافة الحرة والصحافة التي تكشف حقائقه وجرائمه بحق كل شيء في قطاع غزة وبحق الدول التي تستنهض قيمها وأخلاقها الصحفية وأيضا يعني مطالبات دولية
لفتح باب التحقيق مع حكومة الاحتلال على ارتكابها واستمرارها بارتكابها المجازر. ربما كان بالوقت السابق شاهدنا والجميع شاهد ما جرى مع الزملاء الصحفيين خاصة في قطاع غزة. الصحافة ليست طاقم الجزيرة في قطاع غزة المستهدف، بل معظم العاملين في الصحافة إن كان على الطريق الشخصي أم طريق مؤسسات محلية أم دولية هم مستهدفين من قبل آلة الحرب الإسرائيلية التي تتعمد كما سبق وذكرنا أنها هي آلة حرب تعتمد على الفاشية، تعتمد على الدكتاتورية، تعتمد على العديد من العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني كاملا في الضفة، في القدس، في 48 وفي قطاع غزة. وأيضا في ظل هذه المتطورات أو تطورات الساحة والمرحلة الآنية نشاهد أن الاحتلال ما زال يستمر، مع العلم أن هناك ضغوطات أمريكية ودولية كما يشاع ويتم الحديث عنها، وهي بطبيعة الحال هي متناقضة مع ما يفعله هذا الاحتلال باستمرار وحشيته وانفعاله وردود فعله على ما جرى من 7 أكتوبر الماضي، يرتكب جريمة ويحاسب الكل الفلسطيني على ما فعلته المقاومة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. ابقوا معنا في هذه التغطية الإخبارية، بعد قليل سنناقش العديد من التحليلات ومواقف الدول العربية مع محللين سياسيين وخبراء. ينضم معنا عبر الهاتف الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب. مساء الخير لك أستاذ جهاد. مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. أهلا بك. يعني بداية، كيف تتابعون خطورة الاحتلال في نقطة هامة حول ملف الصحافة؟ لماذا الاحتلال يقوم باستهداف الطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة مع استمرار الدعوات الأمريكية بوقف استهداف الصحافة والمدنيين في قطاع غزة؟ يعني أولا، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل جميع الفلسطينيين بغض النظر عن طبيعة عملهم أو مكانتهم أو ظروفهم وكذلك حياتهم، سواء كانوا من المدنيين أو من المقاومة الفلسطينيين، لكن يستهدف الصحفيين بشكل خاص لمنع إخراج الصورة الحقيقة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الصحفيون يقومون بنقل الحقائق عبر الكاميرا والصورة وتقديمها إلى المجتمع الدولي، لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخفي جرائمه التي يقوم بها في قطاع غزة من خلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل رئيسي فيما يتعلق بعملهم وطبيعتهم وكذلك ما يشكلوه من عناوين رئيسية لوسائل الإعلام على المستوى الدولي ونقل ما يجري على أرض الميدان أو في أرض في المكان في عين المكان، والدمار الهائل الذي قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين جميعها، هذه تثير غضب الإسرائيليين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لذا يقوم باستهداف الصحفيين الفلسطينيين. هذا ليس جديدا، في جميع الحروب السابقة استهدفت إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين، وحتى في زمن الاحتلال وهو ما زال قائما لكن ما قبل عام 1994 كان الصحفيون أيضا مسار للاستهداف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل تخشى الصحافة وتخشى الإعلام وتخشى نقل الحقائق والحقيقة التي ينقلها الصحفيون عن قطاع غزة والعدوان والحرب وحرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. طالبت أستاذ جهاد، يعني في ظل هذه التطورات والاستهداف الممنهج التي تقوم بها وأشرت له حضرتك، طالبت 12 دولة أوروبية أيضا، لو عدنا إلى سياق الضفة الأوروبية وكندا وأستراليا،
دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فورية وملموسة لمواجهة ارتفاع مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. يعني ما معنى هذا الأمر وكيف يمكن تطبيق ذلك في ظل استمرار وجود بن غفير وغيره وأمثاله كثر وعدد، ويعني نشاهدهم يسلحون المستوطنين الصغار والكبار؟ يعني أولا بكل تأكيد أن عنف المستوطنين يزداد في ظل حكومة يمينية متشددة وتسليح وتقوم بعملية تسليح المستوطنين الإسرائيليين ويرتكبون جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، وهذه يعني خشية دائمة من قبل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي. لكن في هذه اللحظات في هذه الأيام عند الحديث عن المستوطنين وعنفهم، هم يريدون القول بأنهم يشاطرون الحقوق الفلسطينية أو يرغبون بضغط على الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون هناك الضغط الحقيقي على هذه الحكومة ووقف عدوانها، أي هناك محاولة لرفع العتب عن أكتافهم أو عن كاهلهم فيما يتعلق بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الإسرائيلي. نعم. على أهمية هذه المطالبة، لكن نحن ندرك أنه على مدار السنوات الطويلة لم تفعل دول أوروبية ما كان يجب أن تفعله وفقا للقانون الدولي. هؤلاء المستوطنون هم مرتكبين جريمة حرب بانتقالهم للعيش في الأرض المحتلة لاستغلالهم الثروات الطبيعية التي يملكها الشعب الفلسطيني سواء الأرض أو المقدرات الأخرى، وهم بذات الوقت يعتدون. المشكلة ليس بأنهم عنيفين أو غير عنيفين، هم بالأصل مجرمون، وبالتالي كان ينبغي أن تكون العقوبات التي تحدثت عنها بعض الدول ليس فقط لأولئك المستوطنين العنيفين كما ركزت عليها تلك الدول زي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إنما لمعاقبتهم على الجريمة الأصلية التي يرتكبونها وهي جريمة الحرب بالانتقال إلى الأراضي المحتلة للسكن في الأراضي المحتلة ولمصادرة الأراضي وحرمان الفلسطينيين من أرضهم ومن ثرواتهم. طب هنا أستاذ جهاد، يعني يدور الحديث عن ضمان أو وجود خطط وخطوات استباقية يتم الحديث عنها لحماية أو الحماية الفعالة والفورية بين قوسين للتجمعات الفلسطينية. يعني هم حتى هؤلاء الدول يتابعوننا ويعني يفسرون ظهور الشعب الفلسطيني على أراضيه بأنها تجمعات، وهذا أمر لربما يتم الحديث عنه كثيرا. ما أسباب الحديث بهذه الطريقة؟ يعني دعني أقول أنه كلمة تجمعات بشرية أو سكانية مستخدمة في قواميس الإحصاء على المستوى الدولي، لكن ما أريد قوله هو بالأساس المشكلة لدى هذه الدول بأنها لم تذهب للحديث عن القانون الدولي واستخدام القانون الدولي لمعاقبة هؤلاء المجرمين. هذه هي القضية الأساسية، بمعنى أن المستوطنين يستطيعون الذهاب إلى هذه الدول بدخول هذه الدول سواء بفيزا أو دون فيزا، تأشير الدخول أو دونها. المشكلة أن هؤلاء ينبغي محاكمتهم في الدول التي نظامها القانوني يجرم أو يعاقب على جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمستوطنون يرتكبون جريمة حرب. لذا المسألة تتعلق بالجوهر، هم يذهبون إلى القشور. إسرائيل اليوم وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بحماية الفلسطينيين من المستوطنين، بل يقوم بحماية اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، وما شاهدناه في الآونة الأخيرة على سبيل المثال ما يرتكبه جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالقيام بتراتيل دينية يهودية في المسجد الأقصى، هو اعتداء على الأماكن أماكن العبادة للمسلمين بغض النظر عن الإدانة. لكن نحن نشاهد سلوكا إسرائيليا ممنهجا ينطبق تماما مع اعتداءات المستوطنين وطبيعة المستوطنين في الضفة الغربية، فلم يعد هناك تفريق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالأصل. نعم.
طب هنا في نقطة هامة نريد الإشارة لها والتوضيح، إن استطعت أستاذ جهاد يعني من خلالك، ربط الحكم في الضفة وغزة يأتي يعني هل يأتي بالجهود الجارية لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويتها؟ يعني يأتي في سياقين. السياق نعم. الأول عند الحديث عن خيار دولة، خيار حل الدولتين، ينبغي أن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة. وبالتالي من يمثل هذه المنطقة الجغرافية وإن كانت منفصلة جغرافيا لكنها وفقا لمنظمة التحرير الفلسطيني هي وحدة واحدة، هم الشعب الفلسطيني. بالتالي أحد العناوين الرئيسية لأي مسار سياسي مستقبلي من أجل تطبيق خيار حل الدولتين ينبغي أن يكونوا موحدين، لكن أحد الشروط التي توضعها الإدارة الأمريكية من أجل انتقال السلطة الفلسطينية لإدارة الحكم في قطاع غزة أن تكون سلطة متجددة. حتى الآن مفهوم السلطة المتجددة غير واضح، لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه الخطة، إلا أنه كما يبدو يريدون أن تكون هذه السلطة لديها أظافر أمنية تمنع الاعتداء بين قوسين أو تمنع المقاومة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هذا ربما العنوان الأبرز في حديث الإدارة الأمريكية عن سلطة متجددة. أما السلطة الفلسطينية نحن نقول تحتاج إلى إصلاح، وإصلاح جدي وجوهري، وهذا مطلب داخلي فلسطيني يتعلق بعملية إصلاح سواء بإجراء الانتخابات وإنهاء حالات الفساد التي تحدث عنها أو تحدث عنها مؤسسات المجتمع المدني بشكل واسع، واستغلال المال العام من قبل أطراف محددة، وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الحكم، ومنح منظمات المجتمع المدني القدرة على المساءلة المجتمعية باعتبارها تمثل مصالح المواطنين الفلسطينيين. هذا في ظني مطلبا داخليا فلسطينيا أشارت إليه مؤسسات المجتمع المدني على مدار السنوات الماضية، والكثير من الشخصيات العامة الوطنية التي ترى بأن هذه طريقة الحكم القائمة وعدم وجود انتخابات وحل المجلس التشريعي دون أن يكون هناك انتخابات فيه الكثير من إضعاف نظام الحكم ونظام السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب فلسطينيا داخليا المزيد من الجهد لإصلاح المؤسسة الفلسطينية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين وأن تكون أيضا سلطة مساءلة من شعبها. طبعا هذا مرتبط بفوارق الزمن وفوارق معطيات العدوان على قطاع غزة وما تقوم به المقاومة في ظل هذه المسائل، وقف أيضا العدوان. يعني لم أفهم السؤال، لكن يعني هي يعني هل هي هاي الأمور أو الترتيبات السياسية والجهود المبذولة لترتيب السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي بتزامن العدوان على قطاع غزة واستمرار المقاومة، أم بعد ذلك حسب تأتي كنقاش حول اليوم التالي للحرب؟ نعم. وبالتالي الإجراءات والترتيبات التي ستكون ما بعد هذا الحرب. نعم. وهنا أريد أن أقول بأن من سيحكم قطاع غزة لن يستطيع دون أن يكون بتأييد ومباركة فلسطينية من كافة الفصائل الفلسطينية. وثانيا أن الميدان اليوم هو الذي سيقرر مستقبل قطاع غزة، هل تنتصر المقاومة أم إسرائيل في هذه الحرب. وأنا أعتقد لا يوجد منتصر بالمعنى سحق الطرف الآخر، ستبقى حركة حماس لديها قواعد وقدرات عسكرية وإن كانت أقل مما هو عليه اليوم أو قبل 7 أكتوبر، لكن لديها أيضا قواعد شعبية واسعة. نتحدث حوالي 40% من سكان قطاع غزة يؤيدون حركة حماس، وهذه قوة شعبية لا يستهان فيها، ولديها القدرة على إعاقة أي إدارة أو أي حكومة أو أي مؤسسة تريد إدارة قطاع غزة دون رضا وموافقة الشعب الفلسطيني، أو على الأقل مباركة فصائل الوطنية والإسلامية لأي إدارة، الأمر الذي يتطلب
داخليا فلسطينيا النقاش الجدي حول اليوم التالي للحرب، بغض النظر سواء تم تدمير قدرات حركة حماس العسكرية أو لم يتم تدميرها. اليوم نحتاج إلى وحدة وطنية، نحتاج إلى تواصل وطني فلسطيني لوضع البرنامج السياسي الفلسطيني المتفق عليه، من أجل أن يكون الفلسطينيون جاهزون لإعادة إعمار قطاع غزة، وجاهزين لإعادة الحياة لقطاع غزة، والاتفاق على إجراء الانتخابات بعد فترة محددة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من اختيار ممثليهم في إدارة ليس فقط قطاع غزة بل في إدارة الشأن السياسي الفلسطيني. طب هنا سؤال أخير أستاذ جهاد، يعني الرؤية الحقيقية التي يمكن التنبؤ بها خلال هذه الأيام القليلة القادمة عن اتفاق صفقة أو إبرام صفقة، بما جاء به بايدن أن هناك الحديث يدور عن صفقة بمئة أسير أو أكثر من قبل القسام باتجاه ما يسمى بالخروج بقادة من القيادات الشعب الفلسطيني داخل معتقلات الاحتلال؟ يعني أعتقد أنه ما زال مبكر الحديث عن صفقة. نعم. ما زالت إسرائيل أو مدير جهاز المساعدة الإسرائيلية يجلس النبض مع الدوحة أو مع رئيس الوزراء القطري، ورأينا شروط حركة حماس بأنه لم يعد ممكنا إطلاق سراح إسرائيليين دون وقف الحرب أو وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. نعم. دون ذلك أعتقد أن هناك صعوبات كبيرة، خاصة بعد ما حدث بالأمس وما تكشف اليوم من تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي هو من قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاث وبطريقة متعمدة، بحيث يقتل كل من يسير بغض النظر يرفع راية بيضاء أو لا يرفع، تحدث باللغة العربية أو العبرية. وفي كل الأحوال هذه أعتقد ستكون صدمة كبيرة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي يمكن أن يشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. بتشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب، حدثنا عبر الهاتف. إذن سيداتي وسادتي، هذه كانت إحدى الفقرات لهذا المساء. اللقاء يتجدد بعد 7 لاستكمال باقي فقرات هذه الليلة الإخبارية من وكالة وطن. ابقوا معنا بعد 7 إن شاء الله. إلى اللقاء.
99.2. سيفنا والقلم كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. رأس الساعة برعاية جوال وبلتل. الساعة الآن 7 بتوقيت القدس. أخبار وطن في دقيقتين على رأس كل ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي. إلى موجز الأخبار يقرأه محمد شوكت من وكالة وطن، أهلا بكم. وزارة الصحة إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وصلت إلى المستشفى الأهلي من بلدة بيت أمر شمال الخليل. الصحفي أنس الشريف يقول إن ما فعله الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان جريمة مروعة بأحق المواطنين والطواقم الطبية، ويشير أن عشرات النازحين والمرضى والجرحى تم دفنهم تحت التراب وهم أحياء. المرصد الأولو المتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق دولي في معلومات عن دفن جيش الاحتلال مصابين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة. جيش الاحتلال يعترف بإصابة 33 جنديا وضابطا بجروح متفاوتة منذ يوم أمس في قطاع غزة، ومقتل أيضا اعترف بمقتل محتجزة إسرائيلية أو 3 محتجزات إسرائيليات أخرى في غزة. تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة للاحتلال أثناء تفتيشها لأحد المنازل غرب بيت لاهيا بقذيفتي تاندوم وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وكالة الأنباء الألمانية تنقل عن رابطة الصحافة الأجنبية في بريطانيا دعواتها إلى التحقيق في مقتل مصور الجزيرة في قطاع غزة سامر أبو دقة. وكالة رويترز تنقل عن مجموعة الشحن الفرنسية CGM وقفها عبور جميع شاحنات الحاويات من البحر الأحمر. استشهاد الشاب سليم ناصر سليم حجر من ضاحية تشويك شمال طولكرم جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليها عند بوابة دير الأخصون. أخيرا إلى لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة طير حرفة في القطاع الغربي. بهذا انتهى الموجز، في أمان الله. برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي. إذن في الجزء الثاني من جولتنا الإخبارية وبرنامج مساء الخير يا وطن عبر وكالة وطن للإعلام، في ظل هذه التطورات إذن الميدانية المتسارعة طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحافيين والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالتدخل الفوري لوقف عمليات الإعدام المنظمة والاستهداف المباشر للصحافيين والصحفيات الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها عملية اغتيال الصحفي سامر أبو دقة في قطاع غزة وإصابة زميله الصحفي وائل الدحدوح بجروح متوسطة واستهداف الإعلامي رامي بدير وعدد من زملائه في جهاز الدفاع المدني أثناء محاولتهم الوصول للصحفي سامر أبو دقة، والاعتداء بالضرب المبرح ومحاولة الشروع بقتل بحق الصحافة والصحفي مصطفى الخروف في مدينة القدس مصور الأناضول، والذي نقل على أثرها إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج في سياسة ممنهجة واضحة في استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين لإخفاء الحقيقة عن العالم ومنعهم من نقل الأحداث والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم بشكل منظم ومخطط بشكل مسبق وبقرار من المستوى السياسي في الحكومة اليمنية المتطرفة في معركة واضحة حول الرواية ونقل الصورة من الميدان عن جرائم الاحتلال التي يرتكبها في كل لحظة بحق الشعب الفلسطيني. إذن هذه هي المطالبات اليوم بوقف هذا العدوان على الجانب من الصحافة والعديد من الزملاء الذين ارتقوا جراء هذا العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة. إذن في ظل هذه التطورات أيضا يقول القيادي في حماس أسامة حمدان إنه لا ثقة لدينا في الموقف الأمريكي وإدارة بايدن شريكة في مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكبها على الشعب أو ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. إذن في ظل هذه التطورات إذن الميدانية استمرار استهداف الصحفيين والصحفيات من قبل قوات الاحتلال لن يطمس الحقيقة، وفي ظل هذه التطورات أيضا ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أمجد أبو العز أستاذ أو المحلل السياسي. مساء الخير لك دكتور أمجد. مساء الخير لكم، مساء الخير لجميع المستمعين. أهلا بك. يعني مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس طالب المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق بالدفاع وتسليط الضوء وحماية الصحافة
الفلسطينية. دكتور أمجد، يعني باعتقادك في ظل ما نتابعه من أحداث بحق الصحفيين بالدرجة الأولى في نقاش لهذه الحلقة، هل تعتقد أن المرحلة هذه يعني نشهد ازدياد في وتيرة الاعتداء على الصحفيين وقتلهم لمنع توثيق هذه الجرائم؟ يعني أنت سألتني هذا السؤال وأشرت بطريقة غير مباشرة إلى الإجابة. نعم، هناك محاولة لإسكات أي صوت ينافس، أول شيء ينافس الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بما حدث ما يحدث في قطاع غزة. لا يريدون إلا رواية واحدة، روايتهم والناطق الرسمي باسمهم، وبالتالي هم يستهدفوا الصحفيين بشكل مباشر في قطاع غزة من خلال الاغتيال، ويستهدفوا الصحفيين في الضفة الغربية من خلال الاعتقال. بالتالي الصحافة بشكل عام وخاصة يعني الصحافة المرئية، يعني خلينا نسميها يعني اضطهدت الرواية الإسرائيلية كما تقول الصحافة الإسرائيلية، يعني وكشفتها وكشفت الزيف وكشفت الجرائم لما يرتكب على أرض الواقع، وهذا كان يزعج المجلس الحرب الإسرائيلي، يزعجهم منهم الصورة بدأت تنافس السردية الإسرائيلية وانقلبت بسبب دماء أهلنا في قطاع غزة، الصور التي تخرج من دور العبادة والمستشفيات والمدارس وغيرها من القصف العشوائي كما سمته الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الصور قلبت الرأي العام الدولي بشكل تماما ووضع إسرائيل في موقف محرج. لكن باعتقادي الآن إسرائيل تتصرف كأنها يعني ذئب مجروح يحاول افتراس ويحاول التصرف بطريقة جنونية بعيدة عن أي منطق أو أي مجتمع دولي. مجتمع دولي مجتمع منافق كل صراحة. لما صارت قضية الاعتداء على صحفيين في مجلة شارلي أبيدو في فرنسا، 22 6 صحفيين ماتوا نتيجة هذا الاعتداء الإرهابي كما سموه، 22 زعيم دولة راحوا يحجوا على فرنسا وإيد بيد ماشيين بالشوارع تعاطفا مع المجلة. الآن 95 صحفي تم اغتيالهم في شوارع غزة، ومئات المعتقلين منهم في الضفة، ولا شفنا أي تعاطف دولي ولا أي احتشاد دولي للوقوف. بالتالي هذا نفاق سياسي، وإحنا بنضم نحكي مجتمع دولي ومجتمع زفت، هذا كله كذب في كذب. أنا بحكي لك يا أنا محلل سياسي من المتخصص في العلاقات الدولية، لحنا بنخدع نفسنا في شعارات فاضية، ولا أنه لحنا آخر همهم أنه قضية حقوق الإنسان. لما تيجي على قضية حقوق الإنسان عندي وعندك بتصير الأمور يعني ولا كأنهم شايفين. بس وحتى نفاق، خلينا نقول نفاق وسائل الإعلام، لما صارت الاعتداءات في باريس كلنا غيرنا أهل شيء، كلنا باريس وكلنا مع فرنسا وغيرنا بروفايل تبعنا. الآن مئات الناس شهداء الصحفيين، 18 ألف شهيد. بالتالي يعني بكل صراحة أصبحنا مملين في كتابتنا، وأصبحنا حتى في خطابنا، لأنه خطابنا لا يخمن ولا يغني من جوع. يعني هذا النفاق السياسي واضح بكل صراحة. طب هنا يعني في ظل هذه التطورات، يعني الحديث يدور يعني عبر وسائل إعلام عبرية أن لقاء رئيس الموساد مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو وموافقة إسرائيل مبدئيا، يعني هو حديث يعني حتى اللحظة، الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس وجثث القتلى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد كبير من قيادات حماس وفصائل المقاومة في المعتقلات الإسرائيلية حتى وإن كانت يعني أيديهم ملطخة بالدماء حسب المصدر. وفقا للوصف الإسرائيلي، وقف إطلاق النار وهدنة لعدة أيام، حماس حتى اللحظة لم تعطي رد. يعني هذا ما يتم تداوله على الإعلام العبري. باعتقادك ما طبيعة هذا وما الصيغة هذه؟ شوف، الآن بعد الزيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي والقيادة الإسرائيلية، يعني كنا متوقعين أن يكون في يعني خط زمني واضح، لكن الآن يعني اللي رشح من كل الزيارة حتى إذا بتراقب الصحافة الإسرائيلية في اتفاق أمريكي إسرائيلي على إماطة يعني أمد الحرب، وأنه عمليا تقوم بالعمل اللي تقوم فيه يعني إذا بتقدر، وهذا الرسالة. لكن اختلفت، بدل ما هي صارت تسمى حرب صارت تسمى فايتينج، يعني اشتباكات عسكرية للخلاص، والاستراتيجية كالتالي: افتحوا خط بالنسبة لإطلاق سراح العسرة،
أو المخطوفين كما بسميهم وإسرائيل، وبنفس الوقت يعني يبدأوا باغتيال شخصيات إسرائيل، شخصيات شخصيات حماس المركزية، وبالتالي وكأن هناك نوع جديد من التركيز على اغتيال القيادات، لأنه التركيز على اغتيال السنوار بالدرجة الأولى، لدرجة يعني في عروض عم تنطرح بشكل يعني غريب جدا، إنه الإفراج عن 120 أسير فلسطيني مقابل إنه السنوار يخرج من غزة، يعني عروض غريبة عجيبة، وأيضا عرض 400,000 دولار لمن يدلي بمعلوماته. وبالتالي الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها إسرائيل اللي هي إماطة الحرب وتغيير في الاستراتيجية، الاشتباك مع القيادات بالدرجة الأولى باعتقادهم، والرجوع بانتصار عسكري أمام الشارع الإسرائيلي. الآن بما يحدث كان متوقع، كانت يعني حتى الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي لهجته تغيرت، بدأ يتحدث بالأمس قال إنه القضاء على حركة حماس بشهر أو بشهرين يعني هذا مستحيل، بالإضافة إلى ذلك إنه عودة المخطوفين كما تسميهم إسرائيل، عودتهم لا. ليس بالأمور بالأمر السهل بالطرق العسكرية، وبالتالي الجميع كان يدرك أنه إسرائيل تماطل في قضية الأسرى، وفي النهاية ستخضع إلى طاولة المفاوضات، ستخضع إلى الطاولة، وهذا شيء إحنا الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب بما ذلك اللبنانيين والفلسطينيين عملوا أكثر من 38 صفقة تبادل أسرى. بالتالي كل الكلام اللي كان تحدث فيه نتنياهو وكل جانس ووزير الدفاع هو كان الاستهلاك المحلي الداخلي، وخاصة أن هناك انتخابات قادمة، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن انتخابات أيضا العام المقبل. فلا شك أنه لا نستطيع فصل ما يتم التصريح فيه الآن والوعود فيه الآن والتهديدات ما تطلق الآن عن الدعاية الانتخابية لثلاث قيادات إسرائيلية ترى في كل في نفسها أنها القائد القادم لإسرائيل في ظل بعد انتهاء الحرب. طب باعتقادك دكتور أمجد، يعني في ظل ما أشرت له من كل هذه المعطيات والتحليلات، على الصعيد الفلسطيني هل تعتقد أن اليوم لدينا خيار واحد، وهو يعني بعيدا عن الوحدة وإطار الوحدة، يعني إطار تفعيل منظمة التحرير والحديث يدور عن تشكيلات في السلطة الوطنية وتجهيز السلطة الفلسطينية لما بعد غزة وكل هذه المؤشرات، هل باعتقادك أن هذه المرحلة بحاجة إلى ماذا، أو ما هي الصيغة التي يجب أو الاستراتيجية التي يجب الاعتماد عليها؟ شوف، يعني الإصلاح في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية هو مطلب قديم الآن يجدد وكان أصلا هو مطلب يعني بدأ في رئاسة في قضية السفراء، وكان المفروض أن يكون في تغيير وزاري وأيضا بدأ في المحافظين، فبالتالي هو كان هناك إدراك داخلي وكان يؤجل، لكن الآن أصبح استحقاق خاصة في ظل الذي حصل، وأعتقد أنه يعني أي برنامج سياسي سيطرح بعد ذلك، سواء بما أنا نتحدث عن السلطة نتحدث حتى في قطاع غزة، يعني لا نستطيع يعني إخفال أن المعادلات اختلفت هناك في قطاع غزة، بغض النظر من سيصمد على أرض الواقع، هناك يجب أن يكون هناك معطيات. الرئيس أبو مازن قال إنه حتى الدكتور شتي رئيس الوزراء قال إنه يعني حماس جزء من النسيج الفلسطيني، هو كأنه مؤشر إنه أي عملية سلمية أي عملية سياسية في المستقبل سيكون لاعبين جدد يعني في المنظمة ستكون جزء من اللعبة السياسية التي تطرح. طبيعة هذا الدور، طبيعة القوة، طبيعة المحاور، طريقة كل هذا يتحدث بعد انتهاء المعركة، لكن من تجارب السابقة بدون وحدة وطنية، بدون وحدة جغرافية، وبدون وحدة نفسية، وما تفكير مش منتبهين لهذا الوضع ما يسمى بالانقسام النفسي، بدون هؤلاء الثلاث عوامل لا نستطيع الحديث عن أي نوع من المقاربات السياسية، وأمريكا تعلم ذلك وإسرائيل تعلم ذلك وحتى حماس تعلم ذلك. خطابات هنية بالأمس قال يعني أي ترتيبات بدون الحماس ستكون وهم وترف، فالتجارب السابقة بدون إدماج جميع أطياف المجتمع الفلسطيني بأي
معادلة سياسية قادمة ستكون وكأننا بنعيد نفس الكرة التي حدثت في بداية التسعينات. بالتالي المعادلة الآن لسه أكبر من ذلك. الآن إحنا كفلسطينيين حققنا إنجاز كبير في قضية الخطاب الدولي الإعلامي. الجميع نزل إلى الشوارع ملايين بناء على خطاب. الآن ما الذي سنطرحه بعد انتهاء الحرب؟ ما الذي سنطرحه؟ هذا الخطاب الفلسطيني يجب أن يستثمر الآن، لأنه صار في عندنا زخم ويعني إعلام دولي. القضية الفلسطينية أصبحت الآن على الأجندة الدولية. الكل، فرنسا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، الكل يقول لك بدنا دولة فلسطينية. كيف سيترجم ذلك؟ بدون وحدة، بدون رؤية استراتيجية ما بين أنا أتكلم ما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وكأننا بنطحن مي. أنا بتشكرك الدكتور أمجد أبو العز الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا عبر الهاتف. إذن سيداتي وسادتي، مستمرين بهذه التغطية الإخبارية، لكن نقف هنا في الأخبار العاجلة. ومن صحيفة معارف العبرية، الليلة سوف يجتمع مجلس الوزراء الحربي لمناقشة احتمالات بدء صفقة تبادل أسرى جديدة. يعني الليلة سوف يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لمناقشة احتمالات بدء صفقة جديدة، وذلك بعد اللقاءات التي أجراها رئيس الموساد مع القطريين وفي أوروبا. في ظل هذه التطورات، إذن يعني نشير إلى أنه سيتم ربما الحديث عن مجريات والإعلان في الأيام القليلة القادمة عن مرحلة هي جديدة في معتقدات الصفقات الفلسطينية الإسرائيلية. ينضم معنا عبر الهاتف القضي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني الفلسطيني الأستاذ قيس عبد الكريم. مساء الخير أستاذ قيس. أهلا، مساء الخير، تحياتي لك. يعني في ظل المساعي الدولية لإتمام صفقة الليلة، من المحتمل أن مجلس وزراء الاحتلال الحربي سوف يجتمع لمناقش احتمالات بدء صفقة جديدة، كيف تتابعون هذه التطورات؟ هذه كذبة، هذه كذبة يلجؤون إليها من أجل أن يهدئوا جمهورهم الذي سيتحرك الليلة ربما بعشرات الألوف من أجل الاحتجاج على ما قاموا به أمس من جريمة مضاعفة، عندما قتلوا بدم بارد ثلاثة من أسراهم في غزة وهم يرفعون الأعلام البيض وينادون مستجيرين من أجل أن يتم استقبالهم، ولكن بدلا من استقبالهم أردوهم قتلى لأنهم بسبب من حول المعارك التي يخوضونها في مواجهة المقاومة لم يعودوا يميزون ما بين ما يستطيعوا أن يقوموا به وما بين لا ينبغي أن يقوموا به. ولذلك حكومة الاحتلال اليوم تحاول أن تغطي على هذه الجريمة أمام جمهورها بالحديث عن أنها مستعدة وأنها تبحث وأنها تضع أسس وكذا من أجل صفقة جديدة، ويتعلم جيدا ما أعلنته المقاومة أكثر من مرة بإجماع فصائلها أنه لن يكون هناك أي حديث بشأن تبادل أسرى إلا بعد أن يتوقف العدوان بشكل كامل، وبعد أن تعلن حكومة العدوان التزامها بوقف إطلاق النار، لأنه لم يعد هناك إمكانية لمعالجة هذه القضية إلا في سياق إنهاء هذه الحرب المجنونة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد شعبنا. يعني في ظل إذن هذه التطورات، باعتقادك يعني كل ما أشرت له، هل نحن أمام مرحلة لربما قد تكون مبنية على استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذا العدوان، أم نحن أمام يعني استمرارنا
بالخذلان الدولي تجاه قضيتنا واتجاه العدوان على قطاع غزة؟ فيما يتعلق بالموقف الدولي، لا شك أن الموقف الدولي يتحول تحولا سريعا بعد أن اتضحت للرأي العام الدولي، ولا تزال تتضح بالتدريج. نعم. الأساطير والأكاذيب التي نشرت من قبل الاحتلال حول ما جرى في 7 أكتوبر، وبعد أن رأى العالم كله بملء عينيه حقيقة حرب الإبادة والجرائم التي ترتكب خلالها من قبل الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها الجريمة التي لا أدري كيف يمكن وصفها التي ارتكبت وكشف النقاب عنها اليوم في محيط مستشفى كمال العدوان، حيث تم معالجة المئات من المرضى الفلسطينيين. نعم. مئات من الجرحى. نعم. والمرضى بالجرافات والسير عليهم، صحيح، دفنهم أحياء. لذلك أعتقد أنه لن يكون الوقت طويلا قبل أن نصل إلى النقطة التي سيكون فيها العالم بأسره، بما في ذلك تلك الدول التي لا تزال تتمسك بموقفها بدعم العدوان، العالم بأسره مضطرا إلى أن يواجه هذه المأساة الإنسانية بما تبقى من ضمير، وأن يقف إلى جانب شعبنا في مواجهة هذه الجريمة الكبرى. أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الفلسطينية، فأنا أقول بصراحة نحن في سياق صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي كشعب فلسطيني، وحتى منذ النكبة لم نشهد مثل هذه الحالة التي يصل فيها نضالنا من أجل الحرية إلى هذه المستويات من العطاء والصمود والمقاومة، وأيضا من التضحيات التي يتفطر لها قلب كل منا، وشلالات الدم التي تنزف وتسيل بمثل هذه الوتيرة بسبب من هذه الحرب العدوانية التي تشن ضد شعبنا. ولذلك أعتقد أنه آن الأوان للجميع أن يرتقي أعلى من مستوى الرؤية التي لا تتجاوز أنفه، وأن ينظر بحكمة وبعقلانية إلى ما يجري، لأنه هذه المأساة هي من نمط تلك المآسي التي تفتح أفقا لشعبنا نحو الحرية، ولكن هذا يتطلب مرة بعد أخرى وقبل كل شيء أن يتحد الشعب الفلسطيني بأكمله، أن تتحد كل قواه في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة رؤية سياسية موحدة ومشتركة من أجل دحر هذا العدوان، ومن أجل متابعة النضال على قاعدة ما أنجز من صمود ومن تضحيات لفتح أفق الحرية والاستقلال أمام شعبنا بقيام دولته المستقلة واستعادة حقوق اللاجئين. نعم. الإمكانية للوصول إلى مثل هذه الرؤية المشتركة باتت الآن أكثر قوة مما كانت عليه في أي وقت في السابق، وأعتقد أنها بحاجة إلى قرار من الجميع
بأن يتم إنجاز هذا المطلب الذي تصرخ به كل جماهير شعبنا من أجل أن نتمكن من الاستناد إلى ما تم تحقيقه من أجل الحصول على حقنا في إنهاء الاحتلال وفي قيام دولتنا المستقلة ذات السيادة التي نعيش فيها جميعا بحرية وديمقراطية وإخاء. نعم، أخيرا أستاذ يعني قيس عبد الكريم، الملف الأمريكي والموقف الأمريكي المتناقض كيف تتابعه؟ لا، الموقف الأمريكي ليس متناقض، الموقف الأمريكي واضح وناصع، وهو بالأساس موقف ليس فقط الشراكة بالعدوان وإنما التشجيع على استمرار العدوان إلى أن يحقق أهدافه. ولكن المؤسسة الأمريكية كما هو معروف أكثر عقلانية من مؤسسة الاحتلال التي فقدت صوابها وتملكها الغضب وفورة الانتقام بعدما تلقته على أيدي المقاومة من لطمات في 7 أكتوبر الماضي. ولذلك المؤسسة الأمريكية تحاول أن تجد السبل الأكثر عقلانية التي من خلالها تحقق الأهداف التي تسعى إليها هذه الحرب المجنونة. ولذلك هنالك ما يبدو من تباينات ما بينها وبين حكومة الاحتلال، وما يبدو وكأنه اعتراض على بعض الأساليب الصارخة في انتهاكها للقانون الدولي والقيم الدولية. أما من حيث المبدأ فالولايات المتحدة شريكة في هذا العدوان، وهي أيضا تأمر باستمراره ربما بأساليب أخرى إلى أن يحقق أهدافه. ولكن هذا العدوان لن يستطيع أن يحقق أهدافه المعلنة وهي تصفية المقاومة وإجبار شعبنا على الاستسلام أو تهجيره، لأنه هذا هدف غير قابل للتحقيق. وفي هنا تكمن أزمة ومأزق ليس فقط حكومة العدوان نفسها وإنما أيضا الذين يأمرونها من واشنطن. أنا بتشكرك ضيفي عبر الهاتف الأستاذ قيس عبد الكريم القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لك. إذن في ظل هذه التطورات إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية لهذا اليوم. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. كل التحية لزملاء العمل في الهندسة الإذاعية محمود مطان، وفي الإخراج التلفزيوني محمد الزاغة، وأنا محدثكم في الإعداد والتقديم محمد شوكت. طاب يومكم وفي أمان الله، وإلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت
مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين.